بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، نستكمل معكم سلسلة دروس حياة 317 للمستوى الثالث ثانوي في الدرس الحبليات اللافقارية. أهم الأهداف اللي راح نتطرق إليها، راح نحدد الخصائص العامة للحبليات، بعد ذلك راح نشرح الخصائص المميزة للحبليات، وبعدها راح نقارن بين دور الغدة الدرقية في الحبليات اللافقارية والفقارية، والهدف الأخير راح نميز بين حبليات الرأس وحبليات الذيل. بداية راح نستعرض ما الخصائص التي تشترك فيها الحبليات اللافقارية مع شوكيات الجلد، يعني في خصائص مشتركة بين الحبليات اللافقارية مع شوكيات الجلد. أول خاصية مشتركة هي أن حيوانات ثانوية الفم. رقم 2، لها تجويف جسم حقيقي، كذلك التناظر يكون جانبي. بداية راح نستعرض ما هي الخصائص المميزة للحبليات. الحبل العصبي الظهري الأنبوبي. رقم 2، الحبل الظهري. الجيوب البلعومية، كذلك الذيل خلف الشرجي. نتعرف أولا على الحبل الظهري. لو قلنا قارني أو قارن بين وظيفة الحبل الظهري في الحبليات اللافقارية والحبليات الفقارية. بداية نقول إن في الحبليات اللافقارية يكون مرن ويمكن الحيوان من ثني جسمه والسباحة. أما بالنسبة إلى الحبليات الفقارية، ففي معظم الفقاريات يحل محله الغضروف أو العظم. بالنسبة إلى الذيل خلف الشرجي يكون لو طرح علينا سؤال قارن بين الذيل خلف الشرجي في الحبليات وغير الحبليات، راح نقول إن في الحبليات يقع خلف الجهاز الهضمي والشرج، هذا بالنسبة إلى الحبليات. أما بالنسبة إلى الغير حبليات يكون متواجد داخل الذيل أجزاء من الجهاز الهضمي، وتقع فتحة الشرج في نهاية الذيل. راح نقارن بين الحبال العصبية في الحبليات وغير الحبليات. بداية راح نشوف أن الحبل العصبي في الحبليات، الوجه المقارن الأول عبارة عن الموقع. أين يتواجد؟ يوجد فوق الجهاز الهضمي في الجهة الظهرية. أما بالنسبة إلى الحبل العصبي في الغير الحبليات، يوجد أسفل الجهاز الهضمي في الجهة البطنية. نروح إلى المقارنة الثانية من حيث الشكل. من حيث الشكل بالنسبة إلى الحبل العصبي في الحبليات يكون أنبوبي أجوف، أما في الحبل العصبي في الغير الحبليات يكون مصمتة أي غير مجوف. بالنسبة إلى التطور في الحبل العصبي في الحبليات، ننتقل إلى رقم 3، التطور. الحبل العصبي في الحبليات ينمو الطرف الأمامي ليكون الدماغ، والطرف الخلفي يكون الحبل الشوكي. أما في الحبل العصبي في الغير حبليات، غير مذكور لنا في الكتاب فما راح نستعرضه. راح نقارن بين الجيوب البلعومية في الحبليات المائية وفي الحبليات التي تعيش على اليابسة. بداية راح نقارن من حيث الموقع. الجيوب البلعومية في الحبليات المائية تربط بين التجويف الفمي والمريء. أما بالنسبة إلى الجيوب البلعومية في الحبليات التي تعيش على اليابسة، لا تحتوي على شقوق. وظيفة كل من الجيوب البلعومية في الحبليات المائية والجيوب البلعومية في الحبليات التي تعيش على اليابسة، بداية نستذكر وظيفة الجيوب البلعومية في الحبليات المائية، ترشح الغذاء، كذلك تبادل الغازات في الماء. بينما نلاحظ الجيوب البلعومية في الحبليات التي تعيش على اليابسة بتكون متخصصة جينيا، أو عفوا متخصصة جنينيا، إلى تراكيب أخرى مثل اللوزتين والغدة الزعترية. راح نقارن
بين الغدة الدرقية في الحبليات اللافقارية وفي الحبليات الفقارية، حبليات لافقارية والحبليات الفقارية، من حيث الفائدة. بداية الفائدة توجد بالشكل الأولي للغدة الدرقية، كذلك أنها تحوي قناة داخلية تفرز بروتينات شبيهة بما تفرزه الغدة الدرقية. خلافا على ذلك، الغدة الدرقية في الحبليات الفقارية راح تكون فائدتها تنظم الأيض والتكوين الجنيني، بينما ننتقل إلى وظيفة الغدة الدرقية في الحبليات اللافقارية، تفرز مخاط يساعد في ترشيح الغذاء، بينما الغدة الدرقية في الحبليات الفقارية وظيفتها تتمثل في إفراز هرمون الغدة الدرقية. ينطرح علينا سؤال عزيز الطالب، السؤال يقول: علل ينصح الأطباء بتناول الملح المدعم باليود والأسماك والخضروات؟ فبالتالي من الممكن أن تكون الإجابة عبارة عن: لأنها تكون غنية بعنصر اليود الذي يؤدي دورا مهما في وظيفة الغدة الدرقية. فنفس ما نعرف أن اليود بيكون مهم لوظائف الغدة الدرقية. ننتقل إلى شعبة الحبليات، راح نصنفها إلى الحبليات اللافقارية، فبالتالي الحبليات اللافقارية والحبليات الفقارية. إذا جينا إلى الحبليات الفقارية، عندي تحت شعبة حبليات الرأس مثال عليها السهيم، إذا انتقلنا إلى تحت شعبة حبليات الذيل مثال عليها بيكون الكيسيات. ناخذ مثال على ذلك نفس ما قلنا السهيم. السهيم وين راح يعيش؟ مكان المعيشة راح تكون عبارة عن حيوانات بحرية تدفن نفسها في الرمل. فلو استعرضنا هذه الصورة بتكون عبارة عن شكل السهيم في مكان معيشته. فممكن ينطرح علينا سؤال عزيز الطالب: يمكن مشاهدة حركة مرور الماء داخل الجسم السهيم، ليش؟ بتكون الإجابة: لأن جلده مكون من طبقة واحدة فقط من الخلايا الشفافة. السؤال الآخر بيكون: فسر كيف يختلف السهيم عن الفقاريات. بداية السهيم يسبح مثل السمكة. الاختلاف رقم 2: لا يوجد رأس أو أعضاء حس. كذلك الاختلاف رقم 3: الجهاز العصبي يتكون من أعصاب رئيسية ومن دماغ بسيط. وأخيرا: لا يوجد قلب حقيقي، كذلك يكون الجنس منفصل والتلقيح خارجي. هذه الصورة بيكون صورة تشريحية إلى السهيم، بينما هذه الصورة تتمثل في وجود السهيم في مكان معيشته. ننتقل إلى تحت شعبة حبليات الذيل نفس ما قلنا مثال عليها سابقا الكيسيات. أين تتواجد هذه الكيسيات؟ تتواجد في قاع البحار، وهي غالبا تكون جالسة. ينطرح علينا سؤال عزيز الطالب: علل تصنف الكيسيات ضمن الحبليات، ليش منصنف الكيسيات ضمن الحبليات؟ بنقول: لأن يظهر الحبل الظهري والذيل والحبل العصبي والأكياس البلعومية والشكل الأولي للغدة الدرقية فقط في أي مرحلة؟ فقط في مرحلة اليرقة. فبالتالي هذا الشكل يمثل لي يرقة ذيلية الحبل، هذه هي عبارة عن شكل اليرقة. من مميزاتها أنها بتكون ذيلية الحبل. السؤال اللي ممكن ينطرح الثاني: لماذا تسمى الكيسيات بخاخات الماء؟ لماذا تسمى الكيسيات بخاخات الماء؟ لأنها عندما تشعر بالخطر، شنو راح تسوي إذا شعرت بالخطر؟ تكون قادرة على إخراج سيل من الماء بقوة عن طريق أو عبر ماذا؟ عبر السيفون
الزفيري. فهذه الصورة عبارة عن شكل الحيوان البالغ. فعزيز الطالب لازم تفرق إن هذا هو شكل الحيوان البالغ في الكيسيات متمثلة في هذه الصورة، بينما الصورة الأولى هني هذه شكل اليرقة وتكون ذيلية الحبل. شكراً أعزائي الطلبة لحسن متابعتكم، وألقاكم من جديد.